طنجة الجزء الثاني. صبحت عليكم هذا الصباح من واحد البلاصة سميتها مغارة هرقل، أكيد كاملين عارفينها. غادي نجي نضرب دور هنا وقلت جيت تفرجوا معايا، حتىش ضروري خاصني غادي نحط فيديو وبالي بالكم ما عرفتش شنو غادي نصور ولا شنو غادي نحط، فقلت نصور لكم فلوق هنا في مغارة هرقل. نقدر يقدر يقدر ندير لكم شي بلانات، نقدر ندير لكم شي 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 حوايج في هذا النهار. المهم خليكم معنا وما تغيبوا، ما تنسوش كيف العادة ادعم اخوكم ولد غزة، لايك بارطاج شير، رونوا لي الوقت وديز عواشر وهالناس، انا نوريكم كل شيء وخليكم تعيشوا معايا وكنبغيكم. نهبطوا دابا لمغارة هرقل انا وانوس حبيبي. وي انس ايش بان لك فاش نطلعوا هذيك اللعيبه ديال المحيط والبحر؟ دابا شي شبهه ديال دابا نديروا معايا عام ونص ما دفعناش ولكن نديرها معاك. خلاص دابا احنا في مغارة هرقل ياك مسدوده للاسف مشدوده ولكن نحكي بعجالة مغارة هرقل ديال مش شمس العشيه مش مشكله هذا بسبب الكورونا. سنة سنوريك كيفاش مسدوده عاد تحكي لهم مغارة هرقل. انتو كيف ما كتشوفوا كون مسدود وكنا بغينا مسدود سيدو ماج سيدو ماج سي فريمو دوماج باسكو باسكو شي ترافايل 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 عاودي مغارة هرقل. لا مش نعاودك على الزربه دابا، هذه مغارة هرقل هي من اصول يونانيه. ما عقلتش لعبنا بال 2013 غزه ابناء هرقل عرض غزه وهذا هرقل، وانا اللي لعبت هرقل اقسم بالله لعبته في غزه، كان تخرج ديالنا في ذاك العرض اللغه العربيه الفصحى لعبنا. المهم هذا هرقل كان يعني بحال واحد كان ظالم، كان متجبر، كان بزاف من الحوايج الخايبة. صافي هذا ما كان. كنت بغيت نوريكم المغارة من الداخل، ولأن غالبا عندي شي فيديوهات قدام عن مغارة هرقل غادي ندير لكم منهم سينماتيك ونشوف مغارة هرقل كي دايرة من الداخل. أشوف الدنيا كي دايرة معايا هنا في طنجة. بلاد 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 اقلب اقلب الدورة. خليه خليه. انا طنجة ناخذكم اليوم على واحد القهوة الى طنجة وني 90% ما كيعرفوهاش، سميتها قهوة عمي عبد السلام، شي حاجة واعرة بزاف. انس جدور عندي ولكن عارف شغلة، عارف شغلة انوز شوية. انا الصعيد الشخصي والصعيد اظلني واقف فان للعام الجاي ومش حزهق صح، وعلي صوتك لان صوت الريحة يغطى صوت بالصح بالصح. اقسم لك بالله يا زلم، تعال تعال نقعد تعال نقعد تعال تعال جنبي تعال جنبي من الجهه الثانيه تعال جنبي من الجهه الثانيه. هلو اسمع ايش رايك ايش رايك ندير تحدي انا وياك؟ سير تحدي واعر تحدي واعر. اللهجه المغربيه اللهجه المغربيه، انا بدي اعطيك كلمه باللهجه المغربيه وتقول لي ايش معناها، وانت تعطيني كلمه مغربيه وانا اقول لك ايش معناها. سير مع انه احنا اثنين فلسطينيين. سير يلا انا حط حلقه بواحده. نحط لهم شنطي واخا محمود واعر علي ولكن يلا باش نوريهم شنو كنعرف. ايش يعني مكنزز؟ مكنزز مكنزز وي مكنزز مكنزز يا بخيل يا بشوف بعينيه. مكنزز مالك؟ مكنزز مالك محنزز مثلا؟ لا مش محنزز هي مكنزز. مالك تشوف فيا هيك؟ مالك مكنزز؟ مالك مغوبش؟ مالك معبس؟ فهمتني؟ هي هيك بلا ما تتفلسف. مش هيك انا هي. نسيت معناها بس انا كان اقول لك هي هيك. مالك مكنزز؟ هي حسب هي حسب الجمله يعني حسب مكنزز حسب يعني تحسو مالك مثلا شي حاجه بحال لا مثلا مالك مكنزز طلع الصرف اللي عندك فهمتني مثلا هديك ولا في عينيك مالك مكنزز لا هذيك سكران بوحدها زيد يا ري قول لي شي كلمه انت. نحكي لك شي كلمه نحكي لك كل شيء كتعرف انت. ولد البالة. ولد الباله الله علي عرفتيها وما تقصاش في المونتاج طنجويه. انو داريجه ولد الباله كيتقد البال زعما نو لاباس عليه ولد فشوش نو ولد الناس فقير نو الي انس الي الي انس الي وي اخواني هذا التحدي هذا التحدي ما فيش منه فايده. المهم ولد الباله اللي هو اللي كيدير بساله ما تقصاش في المونتاج ودي هذا التحدي ما منوش اصلا ما عنديش مع التحديات ايش انت ايش يصيره. ولكن شوف 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 كيف قلت لك قبيله طحان غادي ندير الدبكه فوق. مرحبا نديروها الوحش ان شاء الله. خليكم معنا طن طن طن. اللقطه الجايه نيشان غتشوفونا كنشطحوا الدبكه احدى المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. والسلام عليكم.
حل عهد الله ما نرحل عهد الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل